أثبتت الدراسات والتجارب أنه عندما يتم تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة والقيادة العملية في مشاريع التنمية فإن الفائدة تعم المجتمع بأكمله، ولذلك تحرص جمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع جهات مختلفة بالعمل على دمج فئة ذوي الإعاقة في سوق العمل وفي خطة التنمية كاستراتيجية لتحقيق المساواة لهذه الشريحة القريبة من قلوبنا. بالنهاية المجتمع ليس لفئة معينة وليس لشريحة خاصة، المجتمع للجميع. نرحب بضيفتنا المهندسة عواطف سلمان، مدير عام جمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية. مهندسة عواطف، حياك الله معنا في مساء الخير يا كويت. حياك الله أخوي عبد الله، مساء النور. بداية نحن فعلا شاكرين لكم إتاحة الفرصة لنا لتسليط الضوء على هذه المبادرة ونتائجها المرجوة ومخرجاتها. حياك الله. في البداية ودنا نتعرف أكثر على هذه المبادرة، شلون بدأت ومن متى وأنتم تعملون عليها؟ حقيقة انطلقت مبادرة شركاء لتوظيفهم في سنة 2018. نعم. بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. كان هدف هذه المبادرة إمكانية دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل واستحداث بعض المسارات الوظيفية التي تتناسب مع إعاقاتهم وأنواعها وشدتها. نعم مهندسة، أهداف هذه المبادرة، إذا بنتكلم عن هذه المبادرة وأهدافها ومن هم المنتفعين من هذه المبادرة، الفئة المستفيدة؟ وجهت المبادرة طبعا للأشخاص ذوي الإعاقة. الهدف من عندها اللي هي تحقيق إدماجهم وتمكينهم في سوق العمل. نعم. تحقيق الهدف الأساسي اللي وفقا إلى القانون نسبة 4% في القطاع الخاص لكل 50 كويتي يتم توظيف أحد الأشخاص ذوي الإعاقة. وجهت هذه المبادرة لتحقيق هذا الهدف. نعم. أيضا تعزيز دور الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ومساندتها في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي اللي يدعو إلى دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل. جميل. مهندسة، أكيد في هناك مساندين لكم، في داعمين لكم في هذه المبادرة، هل في هناك جهات أخرى أيضا تنوي الانضمام لهذه المبادرة؟ حقيقة أول ما بدأت المبادرة هي بدأت بالتعاون مع القطاع الخاص. دخل معنا قطاع المصارف وكان لهذا القطاع حقيقة دور رائد جدا، لأن أول من بدأ معنا في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة واستحداث هذه المسارات الوظيفية. مؤخرا انضمت قطاعات أخرى اللي هو قطاع الصناعات وأيضا قطاع الاتحاد الجمعيات التعاونية، ونرغب أيضا بانضمام بقية الشركات بإذن الله إن شاء الله. مهندسة، يمكن يوم أمس كان في عندكم حدث سنوي وملتقى، وهو فريق البرنامج ذهب لهذا الملتقى وقابل عدد من الشباب والشابات المتقدمين للوظائف. خلونا نشوف معكم هذا التقرير ونعود لإكمال حديثنا مع المهندسة. المعهد حلو وأنا حبيت نتعلم خدمة العملاء، وأنا أحب إن شاء الله أن أنا إن شاء الله أتوظف، أن أنا أحل مشكلة العملاء. راح يكون في اختلاط مع المجتمع، في ناس طبعا قاعدة في البيت، لازم إحنا نعطيهم الدافع، لازم نعطيهم القوة أن يجون يشتغلون عادي، ما في سلبي، لابد أن يصير في إيجابي. تعلمت يعني الكمبيوتر إنزين، تعلمت شلون أتعامل مع العميل نفسه إنزين، وأتعامل مثلا الإنجليزي والكمبيوتر والبرامج، فهمت؟ مثلا شلون أتعلم التصميم، شلون تصمم برامج، شلون تصمم شيء معين. طبعا هؤلاء كانوا أبنائنا من ذوي الإعاقة اللي فعلا نشوف الشغف في عيونهم وحبهم للعمل. مهندسة عواطف، شفنا حبهم ورغبتهم في العمل
وانه يعطون كل ما عندهم. صحيح اخوي عبد الله. طبعا اول شيء بالنسبه حق هالفعاليه هي حقيقه هذه تعتبر الدفعه الرابعه من حمله شركاء لتوظيفهم. نعم. في كل عام بعد انقضاء فتره التدريب التي تمتد من شهر سبتمبر الى شهر يونيو، شهر مايو عاده هو فعاليه معرض وظيفي، اللي هو ان احنا النادي معظم الجهات المانحه للمقاعد الوظيفيه. حلو. وتسوي بعض اللقاءات الوظيفيه مع الاشخاص اللي تاهلوا وتدربوا على بعض المهارات اللي يتطلبها الوصف الوظيفي. نعم. وهذه الفعاليه تكرر في كل عام قبل حفل التخريج. طبعا احنا عادة في حفل التخريج يتم الإعلان أن كم نسبة التوظيف التي تمت من أجل أن نقيس مؤشر دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص. ممتاز. هذه الفعالية تعتبر مثل ما قلنا الرابعة. أمس كان عدد المخرجات من الدفعة عددهم 74، المرشح حقيقة للقطاع الخاص كان 42 منهم و32 للقطاع الحكومي. تواجد معنا أمس عدد كبير من الجهات والشركات، وكان قطاع المصارف تقريبا يعني معظمهم موجود. نعم. الشباب والبنات اللي شفناهم قبل شوي حقيقة تدربوا على البرنامج اللي هو برنامج الإدارة المكتبية وخدمة العملاء. ساهم بنك بوبيان مشكور في هذه الفترة التدريبية اللي امتدت 9 شهور بفتح أبوابه على مدى كل أسبوع تدريب ميداني للمنتسبين لهذه الدورة. جميل. في أنه يتدرب في مقر العمل تمهيدا، لأن إذا اخترط دخل بعدين في مجال العمل أنه يكون اطلع على كل تفاصيل. نعم. الوظيفة اللي راح تسند لبعدين. أمس في المعرض الوظيفي أيضا بنك الخليج خذ الصدارة، وقع 9 عقود بنفس اليوم، وأطياب المرشود وقعت 3 عقود. نعم. فهذا طبعا دلالة على أن القطاع الخاص عندهم رغبة حقيقية في دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل معهم. جميل. مهندسة، إذا الخطوة القادمة ما هي؟ إلى أين تطمحون أن تصلون؟ طبعا الهدف كبير والطموح عالي ان احنا نحقق النسبه الوطنيه حقيقه. نعم. نرغب في انضمام قطاعات اخرى يعني غير القطاعات الموجوده حاليا. نرغب في انضمام قطاع الصناعات، قطاع اتحاد الجمعيات، القطاع المبيعات، قطاع السيارات، قطاع الاتصالات. هذه القطاعات يعني نطمح ان يكون لهم يعني دور حقيقي في تمكين هؤلاء الاشخاص واستحداث مسارات وظيفيه لهم باذن الله ان شاء الله. هل كان في هناك عوائق واجهتكم في البداية مهندسة؟ هي حقيقة احنا ما نسميها عوائق، هي تحديات. والتحديات طبعا طالما ان الهدف سامي والرغبة في تحقيقها عميقة، فاحنا هذه التحديات ان شاء الله قادرين احنا نتخطاها، اللي هي تحدي شلون تقدر تستحدث فرصة وظيفية لإعاقة، وخاصة لما تكون الإعاقة ذهنية او صعوبة تعلم. نعم. فيمكن هذه هي العقبة اللي تواجهنا، نحاول ان احنا انواء متطلبات الوصف الوظيفي مع نوع الإعاقة، فيكون التدريب يتماشى مع هذه الإعاقة ومع الوصف الوظيفي. نعم. نرغب من الجهات طبعا ان هي تمنحنا فرصه اكبر للتدريب الميداني من اجل ان يعني يتدرب اكثر الشخص من ذوي الاعاقه على هذه المهام قبل لا يدش. نعم. في سوق العمل. جهد تشكرون عليه مهندسه، كل شكر على وجودك معنا اليوم في مساء الخير يا كويت. شكرا لكم انتم اللي خليتونا فعلا ان احنا نعرض نتائج هذه المبادره، والشكر موصول للهيئه العامه لشؤون ذوي الاعاقه حقيقه، لان التدريب قاعد يتم في مقر الهيئه، الاشراف ايضا من الهيئه، فهذا دليل حقيقة هذه الشراكة، تفعيل قيمة الشراكة. نعم. بين الجهات هو من يحقق الهدف. واليوم وجود وزارة الإعلام لتغطية هذه الفعاليات أيضا يعني له دور مثمن ومقدر، وكل شكر لكم أخوي عبد الله. شكر لك حق واجب. شكرا لضيفتنا المهندسة عواطف سلمان، مدير عام جمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية، على حضورها اليوم معنا في مساء الخير يا كويت. وبكذي وصلنا معاكم لختام حلقتنا لهذا المساء، إن شاء الله تستمتعون في عطلة نهاية الأسبوع، على أمل أن نلتقيكم الأسبوع القادم في مساء الخير يا كويت. في أمان الله.